بتوجيه من قائد شرطة محافظة صلاح الدين اللواء قندي الخليل، عقدت مديرية شرطة المحافظة مؤتمرا لمديري الأقسام داخل مدينة تكريت، وترأس المؤتمر معاون قائد الشرطة، وتم خلاله تأكيد الاهتمام بالجانب الأمني وأيضا ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر والانتباه لتوفيت الفرصة على الإرهابيين من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية والحفاظ على روح النصر المتحقق.